هاي واهلا وسهلا فيكم بالمستقبل، اهلا وسهلا فيكم بالتكنولوجي، واهلا وسهلا بسيارات الكهرباء السوبر فخمه، واذا بدكم اهلا وسهلا فيكم بالكريستال. ليش وكيف؟ تفرجوا. شفتوا قديش في كريستال وشفتوا قديش في هالرقي بهالسيارة. المقدمة كانت مع فيديو سريع عن الكريستالز، انما هلأ لازم نشوف المقدمة الفعلية للآي 7. اللادز عم يشتغلوا كل الوقت، عارفين المفتاح قريب. الكيدني جريل هالمقدمة يلي فيها الشيب تبع الكلاوي تغيرت كتير، انا بعدها موجودة، اهدافها تغيرت اكيد. كنا هون بيسيكلي للتبريد، هلأ صرنا للسكانرز والكاميرايات. جنوطة 21 انش BMW individual مع كاليبرز MGMBH، نشوفهم بسيارات مثل M4 وبركة السيارات الاسرع امضى M. شوفوا الموتيفز هون على الازاز يلي بيطلعوا البرادي فيه، كمان نفسه موجود هون. امضى i7 ديفيوزر تحت كمان يعطيها شكل رياضي. الرينج الازرق حوالي شعار BMW، انه هون عم نحكي عن سياره كهربائيه اكس درايف 60. بها سويتش هون بتحكم بفتح الصندوق او من خلال مفتاح السياره الذكيه والمفتاح الذكي. شوفوا قديش ساعته كبيرة، 500 لتر تقريبا. تركت هالأمتعة كلها انت تاخذوا فكرة. طبعا كابل تشريج الكهربائي والتحكم كهربائي. وهون منبلش بعالم التكنولوجي والذكاء المتفوق. شوفوا شو عندنا بالباب. هون عندكم تحكم بكل شيء بدكم اياه، بالديسبلاي، بالكراسي، بالبلايند. اذا بدكم مثلا كلوز اول بنسكر هون كل البرادي كهربائيا. وبدنا نرجع نفتح هون لنفس السويتش. شوفوا الالوان، شوفوا التطريز. هلا بنحكي عن موسيقى ليكو القعدة. عنا شاشة تانية هون، وبنرجع لهون نروح على الديسبلاي نكبس هيدا الشيء وليكو شو رح يصير. ليكو ملا شاشة بهالسيارة في بالمنطقة الخلفية، الأكبر على الإطلاق وطبعا الأجمل BMW تياتر سكرين. وانتبهتوا كنت فتحت البرادي رجعت سكرت البردية الخلفية، هي تعطينا الأوبسكوريتي أو العتمة اللي احنا بحاجة إلها لنشوف الشاشة. شوفوا اصحابنا الكريستاليت صار لونهم ازرق، السياره عارفه انه صار في راكب والمفتاح بالداخل، تحكم بالاير كونديشن، الشيب تبع الكراسي نكبس فولد اب بيرجع بيطلع هذا الشيء لفوق وكل الديسبلاي بيختفي معه. فانتس هون نفس الشيء، طلعوا الباب بمجرد ما انا اصير جوا لحاله رح يسكر. ويلكم تو رولز رويس سبيريت. اذا بدكم ما تنسوا انه رولز رويس كان اول مين عمل هذا الشيء، وهون صار بعد بشكل اذكى وهاي تك اكثر. شوفوا الجلد الفاخر طبعا بيرفوريتد مبخش لتتفيا وتبريد. السقف مع الفتحه بالكامل، وشوفوا من البانوراميك روف عندنا كومبوننت سوبر راقيين،
عم نحكي عن شاشه بالمقدمه ابدا ما بينقص شيء. شوفوا ستيرينج ويل قديه شو هاي تك. وهون رح تنتبهوا هلا لهذا البوست شو بيعمل بعد شوي نحن عم نسوق. كريستال اجين للتحكم بالكراسي، فول كنترولز من هون، ميموريز اكيد، وايرلس تشارجينج للتليفون، كنترولر كمان كريستال. وهون عندكم فول مالتي ميديا انترفيس. واهم شيء شوفوا التفصيل، شوفوا هالخشب الناشف بهاللون الجراي مع الجلد الاسود، تخيط سويد بالسقف. هيدي الاجواء من جوا. ننتقل لنشوف بيوتي شوتس لها سيارة جميلة جدا، وبعدين للتجربة. اهلا وسهلا فيكم بداخل i7 2023 24 obviously. start stop. اسمعوا صوت الكهرباء، كهرباء لها صوت، بس هون الصوت حلو والصوت فخم. الرقي بداخل هالسيارة يمكن من اكتر المرات يلي بكون impressed من بعد 31 سنة. وبتعرفوني أنا ما بجامل، بس الرواء والرقي يونيك. هلأ تكبسوا البوست، 4 ثواني 0 لـ 100، هني بيقولوا 4-4، أنا أخذت معي 4.1. This is how advanced is this i7. نحن عم نطلع على بمص صغار هلأ بكل رخامة، اكتف سسبنشن طبعا. بدنا نتفق ما رح فوت بتعداد الاوبشنز بهالسياره لانه في كل شيء،
من تراكشن كنترول دايناميك لكورنرينج بريك كنترول لاخر جينيريشن من كل شيء للسسبنشن للدايناميك درايفنج ل دول ستيج جير بوكس اذا بدكم منا موجوده استعطيكم امبريشن انه في عندكم مرحلتين من التسارع. عندنا محرك كهربائي للمنطقه الاماميه محرك كهربائي للمنطقه الخلفيه اثنيناتهم كومباين بيعطونا حوالي 550 حصان و745 نيوتن متر اوف تورك. هالسياره لودد بالتكنولوجي وما رح فوت بتعدادها جريمه اذا بخبركم انه فيها ASC وDTC وABS من آخر جنريشن ونظام تعليق ذكي بيتحكم حسب قيادتكم لهالسيارة. المهم بالسيارة SEV يعني Super Electric Vehicle انه عنا انرجي تقريبا 100 كيلوات و 280 امبير ببطارية هالسيارة. طبعا هالشي انعكس على الوزن عم نحكي عن حوالي 2700 كيلو وزن بس قادرة تروح بهالقد Swift Performance وقادرة توصل لسرعة 240 كم بالساعة مثبتة إلكترونيا. شوفوا الانطلاق هيدي مع البوست بوتون 120 هلقد وعنا عم بدعس فريم I am regenerating power عم بجي اخزن البطارية يلي بدها بين 9 و 10 ساعات بتشارجر عادي انما اذا بدكم تروحوا على السوبر تشارجر فيكم تشارجوا بعشر دقايق تقريبا 70% منها وبنص ساعة بتتشرج السيارة كليا إذا كانت فارغة وبتعطيكم أوتونومي حوالي 450 كيلومتر على الكهرباء. ماشيين عادي على رواق بالبادل هون نكبس بوست بتحضننا الكرسي أكتر بصير في عنا كاونت داون من 10 لثانية وبس ادعسوا هيك بصير أميزينج إن الليموزين. هذا الديسبلاي شوفوا هالسكرين الجميلة والطويلة عم بطلع على بمب تقريبا 30 سنتي بس هتاخدوا فكرة قديش هالسيارة رخمة. التحكم بالكنترولر من هون طبعا هون الهوم منيو بفرجينا كل شيء وبدنا نروح نحنا على التليفون بدنا نروح على النافيجيشن وبهيك رواق شو أحلى من إنه كبسي وميوتد حتى مع فايد. عم نحكي عن بورز اند ويلكنز نظام سمعي سراوند مميز بالصوت اكيد وبالشكل مثل ما شفتوا سبيكرز هيد اب ديسبلاي عريض كمان تياتريكال بيشبه اجواء اللي شفناها المنطقه الخلفيه وشوفوا الريزولوشن تبع النافيجيشن سيستم قديش اول شيء انامورفيك وعريضه الشاشه وبتعطيكم كل شيء بدكم اياه لكن وين توصل يعني عم بتشوفوا انتو سكيل مخيفة وطبعا فيكم تغيروا بالديسبلاي مثل ما انتو بدكن هون. المقود سوبر رياضي مش رياضي التحكم من خلاله بعدة انظمة ثيك تيضل عطيكم امبريشن انتو بسيارة رياضية لو هي كهربائية. ان ام بي او في او وجهة نظر سيء كأنه قاعدين محلي انتو على المقود لوحة القيادة المنيو هون كامل. إذا منروح على النافيجيشن شوفوا شاشة العرض قديش بتصير كبيرة وقديش مميزة. هذا الخشب اللي قلت لكم عنه أصحابنا الكريستاليت بهاللون الإلكتريك بلو المميز. شوفوا الكراسي الفتحة بالسقف ومننزل على الكنترولر من هون كمان كريستال الجير نوب كمان كريستال وحتى التحكم بالنظام السمعي كريستال. هول الفانتس بهالاشياء الصغيرة من هون فينا نعلي ونوطي الفانس او تحكم الهواء نفس الشيء هون من قوي من خفف. اذا بدكم تروحوا اكتر على المانيوز بتفوتوا اكتر لهون بصير في عندكم هون كمبيوتر كامل ليفرجيكم كل شيء عم بيصير بنظام التدفئة والتبريد وبهالكبسة اللي قلت لكم عنها بتعملوا البوست. شوفوا كيف تغير هون الديسبلاي This is how quick the i7. وهون عم نشوف driving mode, personal, sport, efficient, expressive, relax, وtheater. كل ما منغير بأحد المودز بتغير المود عندنا بداخل السيارة.
تغير لون الكريستال. شوفوا مثلا على التياتر شو بيصير. الصوت كمان بيتغير. هيدا المود مثلا بالإفشنت. وشوفوا بسبورتس مود كيف تغيرت الألوان، صارت جريدينت من الأزرق للأحمر للأزرق الغامق. وبهالسويتش فينا نغير الديسبلاي مثل ما نحنا منحب. حتى في يكون في عنا augmented reality كمان، ونشوف كاميرا بتفرجينا كل الرؤية الأمامية بها الفخامة بها التكنولوجي، وأهم شيء بها الأمان، لأنه غير الأكتف والباسيف سيكوريتي اللي هي بالذروة بهالسيارة، في عنا دفع all wheel drive حكما بما أنه عنا محرك أمامي محرك خلفي مجموعين مع بعضهم يعطونا مثل ما قلنا 750 نيوتن متر اوف تورك وحوالي 550 حصان لتكون هالسيارة ليموزين على حق وحقيق. شفتوا الاكسبيرينس ورا، شفتوا البي ام دبليو ثياتر، وهيديها اجواءنا من الداخل. رح ننتقل لنشوفها من الخارج بشوارع دبي والبراري الجميلة. حرارة اليوم 42 نحن عم نصور هالسيارة، ولكن اصرينا نوصلكن اياها بامانة وتشوفوها باجمل حلة. اصلا هي منا بحاجة لنا، هي جميلة. هالقد ذكية، هالقد فيها تكنولوجي، هالقد فيها ألوان، وهالقد فيها كريستال. هيك بلشنا وهيك رح نختم.
هيدي كانت الاي 7 2023 24 بي ام دبليو، فخمه جدا، غنيه بالمكونات، واهم شيء ذكيه وصديقه للبيئه. يس الكتريك فيكلز ار هير، يس الكتريك فيكلز رح ياخذوا كثير من محبين الاصوات القويه والتروتل وريحه الدواليب والبيرن اوتس وريحة البنزين، إنما هذا المستقبل. بس شوفوا قديش صار حلو، شوفوا قديش صار راقي، وقديش صار ذكي، وقديش صار مشوق لدرجة إنه يمكن ينسينا شو صار. هذا شيء المستقبل بقرره، واللي بتقرروه أنتوا إذا بتحبوا تشوفونا عن تي في تكونونا بنفس الوقت على نفس المحطة أسبوع القادم، وإذا بتحبوا تشوفونا أونلاين حبيكم كل الوقت على كل محطاتنا، وطبعا على الهب الأساسي motorshow.me. باي باي.